صباح النور بلال، صباح الخير للمستمعين الأكارم. إذن سيدي الفاضل، ربما سنتحدث في هذا الملف عن خارطة التنظيف في الجزائر، أعباء تتجدد كل موسم وكل سنة على القطاع العمومي في ظل غياب القطاع الخاص. ماذا يحدث في الجزائر؟ هل هي الأزمة الاقتصادية التي فرضت ذلك؟ نعم، الأزمة الاقتصادية يعني عامل أكبر العوامل المؤدية لذلك، لأن قضية التشغيل هي قضية أساسا قبل ما تكون هي قضية اجتماعية، هي قضية اقتصادية محضة. ثانيا، على السلطات العمومية تقديم حلول جدية وجديدة في هذا الإطار. يعني ما يخفش عليكم أنه هناك سياسات، وكاين بلدان يعني سبقونا في هذا الإطار، وعندنا يعني وكاين حلول، حتى أن تكون خريطة أولا متوازنة على المستوى الجغرافي، وثانيا تكون أيضا تلبي الرغبة وتلبي يعني مشكل البطالة في الجزائر. جميل، خلينا نتحدث على النسب التي ربما تقوم بتوظيفها الوزارات والقطاع العمومي بصفة عامة، خاصة في قطاع الصحة وقطاع التربية. 33 ألف منصب عمل جديد في القطاع العمومي، وارتفاع ربما في نسبة البطالة في الجزائر والتي قدرت ب 11.17% هذه السنة. اليوم ربما سيكون أعباء جديدة على هذه الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمتخرجين الجدد من الجامعات. اليوم شاهدنا العديد من المتخرجين دون عمل قار. اولا يعني 11% يعني نسبه يعني ضئيله، وما عندهاش معنى في الاحصائيات. حنا رانا بالك اكثر من 20% رانا في البطاله، يعني باش نكونوا واضحين. اولا لازم نعالجوا مشكل هذا تاع الاحصائيات، لازم نعطيوا الاحصائيات اللازمه حتى نثبتوا، حتى نعرفوا كيفاش احنا كيفاش نواسيوا مع القضيه. ثانيا إشكالية البطالة ما تخص غير القطاع العمومي، صح القطاع العمومي راه مقنع يعني بزاف، راهم وتعرف يعني كاين أساليب اللي خارجة عن الإطار القانوني في أنه عمر من جانب توظيفي. نعم المناصب، نعم توظيف مقنع أكثر من اللازم، لازم إعادة النظر، لازم أيضا القطاع العمومي ما نحسبوش أنه تاع البايلك كما يقولوا. هاي أمر قضية وطنية، قضية اقتصاد وطني، وقضية أيضا مستقبل بلد بأكمله. ثالثا قضية البطالة هي لازم نعالجوها، ماشي من الجانب من هذا الجانب تاع البطالة، نعالجوه بجانب التشغيل، باش حنا ما نكثروش الهضره على البطالة حتى نساو سبل وطرق التشغيل. وهذه ثاني الدولة لازم تكون هي حريصة اول قبل كل شيء على هذا الامر، هي اللي حد الان هي اللي شكلت المشكل تاع البطالة. كيفاش انت تقبل انت الانسان انه الدوله تخلصوا وتمدوا لواحد بريفي باش يخدم، وهي اللي تخلصوا ماشي هو اللي يخلصوا، وكيفاش ما يكونش نفس المستوى مع هذاك اللي راه في نفس المنصب ولا في منصب مماثل. هذه حبيت نقول امر غير مقبول. صحيح سيد زهير بطاش، غير مقبول. وثانيا كيفاش ان الدوله اللي لازم تحرص على تطبيق القوانين هي بحد ذاتها تخلي هذا المنصب هذا باش يكون فيه نوع من عدم قانونيه الشيء. جزيل الشكر لك.